ما بذنب شي طفله، حرام حرام انه يضرب طفل، لا طفله حرام. خايف على اختي كنت شفت عينك مفتوحه سرحتو سحبيه هنا شفت الدم. كان كاقري له هناك خلاص وركبي ما تدري بين عمليه بقصد دوخ ما قدرش اقوم. لا لابسه سلاح، لا في لابسه ميرينج، تسوق دبه تسحب دبه ماء للبيت تشرب. الوضع الأمني في المناطق المتاخمة لمناطق ميليشيا الحوثي فيها استهداف مستمر لأطفال أبناء تعز. نحن نتحدث عن تقرير في 2019 تم إصداره من بعض المنظمات أن هناك ما يقارب من 44 طفل تم قنصهم، خلافا عن 100 طفل تم قتلهم عبر قصف المدافع والقذائف من قبل ميليشيا الحوثي. إنه ما بش من يدافع، ما بش من يقوم معانا لا صغير ولا كبير. الآن حالة رويدة الصحي غير مطمئن، يعني حالتها قلقة حتى الآن. أحياناً يتأخر بالنوم وهو يفكر إيش؟ بعودة أخته إلى البيت. نقول له إن شاء الله أختك بترجع.